تمريره من جيل كايتا وسليم المحجبي بيخارج الرجل اليسرى يغالط الحارس زيدان. دقيقتين اضاف الكره لابناء المرسى تخرج من سليم المحجبي على الجهه اليسار بكري سليم المحجبي فرصه هدف للمستقبل الرياضي بالمرسى وهدف الهدف الاول لصالح المستقبل الرياضي بالمرسى هنا فرصه هدف عن طريق سليم المحجبي هدف اول في الدقيقه 36 انطلاقه قويه من ابناء الضاحيه الشماليه 16 دقيقه مخالفه نفذها سليم المحجبي كرة تضرب على الميدان غلط الحارس بالشريفية 1-0 مستقبل المرسى ثابتة ان تحصل عليها سليم المحجبي في 89 دقيقة لعب وكرة وتسديدة وهدف من اروع ما يكون ولكم التعليق دقيقة 15 مخالفة في التنفيذ سليم المحجبي تصويبة ممتازة ما يخلي حتى فرصة للحارس قميص الثامري وهدف لصفر للقناوية. اتجاه ابن الريفي مقطوعة من سيف غزال تبقى مزيدة الهماني البحث عن سليم المحجبي يا خو كوندو باهي العملية الأخيرة يدخل منطقة الجزاء التوزيع في القائمة الثانية ما فما حد يلتحق عفوا الغربي مرفوعة كوندو نرجع بالراس كذلك من سليم محجبي حافظ على كوتو يتقدم كيتا يوصل الكره لسليم المحجبي ظهير الايسر سليم المحجبي امامه اوغومبي يرجع عليه ارضيه كوتو والتدخل من عدي نيشي التدخل من عدي نيشي كره سليم المحجبي سليم المحجبي يراوغ والتردق تاع فريق النجم عفوان الغربي عفوان الغربي عفوان الغربي تمريره في العمق لامين الشرميلي والتدخل جيد جدا يعني عودة دفاعية جيدة جدا في الكرة الأخيرة من سليم المحجبي إعادة مع أمين الشرميتي يضرب الكرة يضرب الكرة سليم المحجبي أنا عاد بشاهد العملية يضرب الكرة يخرج الكرة قدم في الفترة الأولى يعني وخلق عديد الكرات والفرص يعني مشكورين كل الزملاء التقنيين والمصورين على هذا النقل المباشر من ملعب مصر بن جنود بن مستير بإخراج للسيد مستير قراع ترجع كورة قراعة روعة أولى وثانية التوزيع عدي النيشي مرة أولى لمحجبي من جديد يرجع للبعثي عبد الكريم بقرة حافظ القرب الحكم يعني بيكون جزاء على النقلة الأخيرة ونعم الجزاء فقرة جين قلبه للاتحاد المناسيري الحكم في الكورة لمن صالح حمزالي التدخل من سليم المحجبي لمستقبل ابن المرسي يعمل مراوغة أولى وثانية بطريق عاشور يربح المساحات توزيع رأسي تامر الريف الهدف الثاني هذا المستقبل الرياضي بالمرسى في توقيت 80 دقيقة لعب شوف التوزيع على المقاس مرة أخرى من سليم المحجبي بنفس الكيفية لو عكست لقى صوتة بين الشوط الأول والشوط الثاني كانت كرة على اليمين لأيمن الريفي من كريم بن طاهر التسديدة الرأسية لأيمن الريفي المرة هذه توزيع جد على اليسار وتسديدة أيمن الريفي على مستوى القائم الثاني أرضية خالد على التسديد بن مسعود يقص الكرة دراجي إلى أفول أفول البليل تعود من جديد يسلح على المستقبل هذه بالمرسى سليم المحجبي سليم المحجبي يبحث عن محمد بن عمار يلعب مع ديدي تالا ديدي تالا إلى ترجي ممكن يحب يضيف هدف ثاني في قدم الدقائق ديدي تالا بالمراوغة ديدي تالا إلى سليم المحجبي التوزيع في القائمة الثانية والتدخل من محمد بن منصور في مرة مباراة ضد نادي حمام الأنف 1-0 علي الدين عباس عباس إلى سليم المحجبي سليم المحجبي إلى علي الدين عباس خطيرة كرة وضيعة الكرة التسديدة كانت من علي الدين عباس فول عفول بدر على اليمين الى امين النفسي امين النفسي مرتبك في كذا